حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. في اليمن العمال بلا عيد أو رواتب، ومن صحيفة لافغس الكندية منظمة العفو الصحافة في اليمن منتهكة، دراسة يابانية جديدة على عكس الشائع أكل الأرز يساعد على محاربة السمنة. أهلا بكم. الأول من مايو عيد لا يحتفل به أو لا يحتفل به عمال اليمن، فخمس سنوات من الحرب لم تبقي لعيد كهذا معنى ولا رمزية. ففي الحديدة مثلا كما في غيرها من مناطق المواجهات العسكرية، يقول موقع قناة بلقيس، ارتفعت أعمدة الدخان من أحد أهم مناطق الصناعات التحويلية في البلاد جراء قصف متعمد، ما تسبب في فقدان أكثر من 20,000 عامل لوظائفهم. الفرص المتبقية في بيئة الحرب التي تسود البلاد تواجه صعوبات خطيرة جدا، يأتي في مقدمتها التعنت الذي يقابله أصحاب المصالح التجارية والمعامل المتبقية من موظفي الجبايات الجدد الذين يجبرون أصحاب الأعمال على دفع إتاوات عالية. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الشرعية في الحكومة الشرعية ابتهاج الكمال طالبت منظمة العمل الدولية والمانحين بتوسيع تدخلاتهم في مجال التشغيل وتفعيل خطة تشغيل العاطلين كأولوية قصوى. الوزيرة الكمال كانت تتحدث أمام الدورة السادسة لمؤتمر العمل العربي في القاهرة عندما شخصت واقع الحال بعد خمس سنوات من الحرب بالتراجع في النمو الاقتصادي وتعطيل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85% في العام 2018. وفي بلد تمثل فيه الحكومة المشغل الأكبر، يبدو أن جهودها لتحسين وضع أكثر من مليون من موظفيها بالإضافة إلى منتسبي الجيش والأمن بزيادة مقدارها 30% على الراتب لن تقلل من معاناة هؤلاء الموظفين والجنود في ظل أوضاعهم الكارثية. وفي زاوية مقالات نطالع في الشأن المحلي مقالا للنائب عيدروس النقيب نشر في موقع اليمن اليوم بعنوان هل يخطط الحوثيون فعلا لإسقاط قاعدة العند؟ يقول الكاتب، تشهد جبهات التماس مع الجماعات الحوثية في مناطق الضالع ويافع والمسيمير تحشيدات واحتكاكات بل ومجابهات مباشرة بين المقاومة الجنوبية وقواتها الأمنية ومجاميع الحركة الحوثية، راح فيها شهداء وجرحى من المدنيين والمقاومين الجنوبيين وقتلى وأسرى من الحوثيين. لست من المولعين بتصديق الترويجات والتسريبات التي قد تخفي وراءها عشرات الاحتمالات بينها الادعاء والاستعراض والحرب النفسية، فيقيني أن درس 2015 الذي تلقنه الانقلابيون وكانوا ما يزالون في أوج زهوهم وفي كامل عدتهم وعتادهم وفي ذروة تحالفهم ما يزال طريا في وعيهم وعقلهم الباطني والظاهر، لكن الحذر ينبغي أن يظل حاضرا ليس من وصول الحوثيين ومن ينصرهم أو يسكت عن أفعالهم إلى قاعدة العند، لكن من العابثين الذين ما يزالون يواصلون رسالتهم في العبث بالأمن وإقلاق الحياة المدنية وإشغال أجهزة الأمن والدفاع عن القيام بواجبها في محاولة تطبيع الحياة المدنية واقتلاع الجريمة وإعادة العافية إلى عدن وجاراتها. إذا ما فكر الحوثيون ومن يقف وراءهم في العودة إلى أي منطقة جنوبية ومنها قاعدة العند، فعليهم أن يعدوا ما يكفي من النعوش والأكفان لمن سيكلفونهم بهذه المهمة، فالشعب الذي هزمهم وهم في موقع المنتصر سيعيد تلقينهم الدرس أقوى وأشد بعدما جرى من انقلاب عاصف في توازن القوى في غير صالحهم بكل تأكيد. أطفال يتسولون عند إشارات المرور وآخرون تنهكهم أشعة الشمس في الحقول والمزارع، وكثيرون غيرهم يقضون طفولتهم في المصانع والورش للحصول على مبالغ مالية لا تكفي حتى لشراء الخبز. هذا هو وضع الطفولة الحالي، يقول موقع الأيام ويتابع،
أكثر من 24 مليون طفل في الدول النامية ضمن الفئات العمرية ما بين 5 و14 عاما يعملون لإعالة أسرهم بحسب تقديرات منظمات اليونيسف. فمع ارتفاع حدة التوترات الإقليمية واتساع رقعة النزاعات المسلحة في أكثر من منطقة عربية، يضطر الأطفال إلى الانخراط في سوق العمل في اليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان، ويعملون بدوام كامل أو جزئي لقاء مبالغ زهيدة. عمالة الأطفال في المناطق الريفية أعلى مقارنة مع عمالتهم في المدينة، إذ تغيب المقومات الرئيسية للعيش، ويفتقر الأطفال لحقوقهم الأساسية في التعليم واللعب، وهو مظهر من مظاهر غياب العدالة الاجتماعية. في اليمن ساهمت الحرب في تردي الأوضاع الاقتصادية ورفع نسبة عمالة الأطفال إلى أكثر من 13% للفئة العمرية من 4 إلى 15 عاما، وأكثر من 34% للفئة الأكبر. تفاجأ العشرات من المسافرين اليمنيين كما يقول موقع المصدر أونلاين من رفض جوازاتهم في منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية. مسافرون قالوا للمصدر أونلاين إن سلطات المنفذ البري من الجانب السعودي رفضت جوازات عشرات المسافرين بشكل مفاجئ بحجة عدم وجود شعار الجمهورية اليمنية على صورهم في تلك الجوازات، ما اضطرهم إلى العودة. واستغرب مسافرون في حديثهم للمصدر أونلاين من هذه الإجراءات المستحدثة، وأكد بعضهم أنه مقيم في المملكة وسبق أن دخل بذات الجواز وتوجد عليه الخطومات السعودية الدخول والخروج، ليتفاجأ برفضه. المسافرون اليمنيون يشتكون منذ فترة من تعسفات بعض الجنود السعوديين في المنفذ الوحيد المفتوح أمام المسافرين من بين 4 منافذ تربط اليمن بالسعودية. عشرات السيارات لمسافرين يمنيين تتكدس في المنفذ جراء تأخر إجراءاتهم على الجانبين اليمني والسعودي، خصوصا في مواسم الزحام. وفي الشأن العربي، كتب عبد الوهاب بدر خان في جريدة الحياة مقالا بعنوان يستغلون نظام الأسد وهو يظن أنه يستغلهم، وجاء فيه: أصبح اعتياديا أن يصمت مسؤولون روس إذا انتقد محاورهم إيران ودورها في سوريا، أو إذا هاجمها معارضون للنظام السوري، وأحيانا يشاركون بما يضيف إلى حجج الآخرين. في الآونة الأخيرة صاروا ينصتون ويشاركون أكثر في تفنيد ممارسات النظام ومواقف رئيسه. قبل ذلك لم يكونوا يمررون أي ملاحظة، بل يدافعون عن شرعية الوجود الإيراني ومحاربته للإرهاب، ويرفضون الاعتراف حتى بوقائع موثقة عن عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي ينفذها الإيرانيون. قد يتناقض هذا الواقع مع التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي الذي أكد التنسيق مع النظام في شأن عملية عسكرية ما في إدلب، ونفى أي مسؤولية للنظام في تأخير استكمال أعضاء اللجنة الدستورية، بل نوه بجهد للشركاء الإيرانيين في هذا المجال. لكن يصعب القول إن النظام وإيران يشاطران فلاديمير بوتين إيحاءه بأن الشراكة الثلاثية على ما يرام، بل يعتبران أنه يوجهه إلى الأطراف الأخرى، الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروبيين والعرب. تتعرض الوقائع على الأرض في سوريا مع المناخ العام الذي أرادت تصريحات بوتين إشاعته. هناك تنافس وصراعات بين موسكو وطهران على تقاسم النفوذ في القطاعات العسكرية والأمنية وعلى مناطق السيطرة وعلى القرارات الحكومية. وعلى صعيد آخر، دلت اشتباكات ومناوشات في بعض مناطق حلب وحمص وحماة على صراع على خريطة النفوذ بين القوات الموالية لروسيا وتلك الموالية لإيران والنظام. أما بالنسبة إلى القرارات الحكومية، فتمثل الموافقة السريعة من الأسد على تأجير ميناء طرطوس لروسيا لمدة 49 سنة إحدى وقائعها الأخيرة، وقد جاءت بعد موافقته أيضاً على الترخيص لإيران بتشغيل مرفأ اللاذقية، غير أن اجتماعات اللجنة المكلفة بتنفيذ التعاقد مع الإيرانيين شهدت أخيراً فرملة. فتش عن روسيا التي تتولى هنا عرقلة وجود إيراني على المتوسط لا تريده أي من الدول الإقليمية، بالإضافة طبعاً إلى الولايات المتحدة. صحيفة لافغيس الكندية افتتحت تقريرها عن اليمن بعنوان منظمة العفو تتهم المتمردين باحتجاز 10 صحفيين، حيث نددت منظمة العفو الدولية بالاعتقال المطول لعشرة صحفيين يمنيين في سجون الحوثيين، ووصفته بأنه مؤشر محزن على الحالة المؤسفة لحرية الصحافة في بلد يعيش حالة حرب.
وفقا للمنظمة فقد تم احتجاز الصحفيين 10 منذ صيف 2015 ومحاكمتهم بتهمة التجسس، في حين أن كل ما فعلوه هو ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي. رشا محمد وهي باحثة في شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية قالت إنه تذكير مروع بالمناخ القمعي الذي يواجه الصحفيين في اليمن ويبرز المخاطر التي يتعرضون لها من قبل جميع أطراف النزاع، وأضافت يعاقب هؤلاء الرجال لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، يجب على الحوثيين إطلاق سراحهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. وفي الشأن العالمي، نشر موقع عربي 21 مقالا للكاتب الأردني حلمي الأسمر حمل عنوان هل اقتربت نهاية العالم؟ استهل بسرد حقيقة أن ثروة 1% من أغنى أغنياء العالم تفوق ثروات بقية العالم مجتمعة. ويواصل الكاتب، حين يتحدث قادة وزعماء العالم عما يسمونه الإرهاب والتطرف والتعصب والعنف وبقية مصطلحات القاموس المعاصر، تخرس ألسنتهم عن التفاوه ولو بكلمة عن قانون التوحش الذي يحكم العالم، فتنتج مثل هذه المعادلة التي لا تنتمي إلا لعالم على شفا جرف هار. لا أظن أن البشرية جمعاء مرت بمثل هذه الظروف من الظلم والفحش على مدار تاريخها، وكل هذا بفضل النظام الذي فرضه منتصرو ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية على الناس المتعسين الذين ربما لم يشاركوا لا في الحرب الأولى ولا الثانية. بقية الأرقام صادمة في تفاصيلها، إذ تقول إن ثروات 62 شخصاً من أغنى أغنياء العالم تعادل جميع ثروات نصف سكان العالم الأفقر. ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها المنظمة، تبين أن ثروات نسبة قائمة 1% الأغنى في العالم انخفضت فيما بين عامي 2000 و2009 قبل أن ترتفع تدريجياً منذ ذلك الحين. والأرقام التي تعود لعام 2015 تشير إلى أن نسبة الثروة التي تمتلكها قائمة 1% فاقت ما كانت تمتلكه من قبل بحسب تقرير صادر عام 2000. ويظهر تقرير آخر لمنظمة أوكسفام الفجوة الكبيرة في توزيع الثروة في العالم وتركزها مع القلة القليلة، ويبين أن 3.5 مليارات شخص في العالم لا يملكون أي ثروة إطلاقاً، بل إن الكثير منهم مثقلون بالديون، بينما يمتلك أغنى 1% من السكان 48% من الثروة في العالم، ومن بينهم 35 مليونير يمتلكون 44% من الثروة العالمية. الأرقام الصادمة كثيرة، وربما يقول قائل إن الفقر والعوز يتركز فقط خارج العالم الأول والثاني، لكن الواقع يقول شيئاً آخر، فقوانين التوحش التي سنها مجرمو الحرب وزعت الكارثة على كل بقعة في هذا العالم. معلومة غريبة وغير متوقعة ربما يطرحها موقع فرانس 24، والذي قال إنه خلال 50 عاماً قد يتجاوز عدد الأموات عدد الأحياء على فيسبوك، بحسب دراسة نشرها معهد أوكسفورد، ما يجعل الفيسبوك سيداً للذاكرة الجماعية لجزء من البشرية. فخلال 50 عاماً على الأقل سيتجاوز عدد حسابات المتوفين عدد المستخدمين الأحياء لموقع التواصل الاجتماعي ذي الملياري عضو. الباحث في الأخلاقيات الرقمية بمعهد أوكسفورد كارل أولمان توصل إلى تصورين ممكنين لتطور الحسابات، حيث بحث تقاطع نسبة الوفيات حسب شرائح العمر وحسب البلدان بحسب منظمة الأمم المتحدة مع الأرقام التي تمكن من الحصول عليها عن مستخدمي فيسبوك. وأمام استحالة التنبؤ بالعدد أو بالنسبة لعدد المستخدمين، أبقى الباحث على تصورين، أحدهما أنه لا يسجل أحد في المستقبل حسابا على موقع التواصل الاجتماعي، لذا سيكون نحو 98% من جمهور فيسبوك قد فارق الحياة مع نهاية القرن. أما في حال استمرار تسجيل حسابات جديدة بصفة لا متناهية وبنفس النسق الذي هو عليه اليوم، يجب انتظار العقد الأول من القرن 22 حتى ينقلب ميزان القوى بين الأحياء والأموات، ويصل حينها عدد حسابات الأشخاص المتوفين إلى قرابة 5 مليارات مستخدم. لكن أومان يستدرك ويقول بأن التصورين المطروحين يفتقران للدقة، وأن الواقع يتواجد في مكان ما بين هذين الحدين. وإذا كان علي أن أقدم تقييما مستنيرا لقلت أن عدد حسابات الأشخاص المتوفين قد يتجاوز المستخدمين الأحياء خلال 60 أو 70 سنة.
دراسة يابانية حديثة جديدة ستعجب من يحبون أكل الأرز في كل أنحاء العالم، والتي تقول وكما وردت في صحيفة الشرق الأوسط أن الإكثار من تناول الأرز يمكن أن يمنع السمنة بخلاف المعتقد الشائع. وأوضحت الدراسة أنه تبين أن معدلات السمنة منخفضة في المناطق التي تتبع حمية غذائية على غرار الأسلوب الياباني أو الآسيوي بشكل يعتمد على الأرز، بخلاف الدول التي يقل فيها استهلاك الأرز. وأشارت الدراسة التي شملت 136 دولة إلى أن مجرد زيادة متواضعة في تناول الأرز بمقدار 50 جراما للشخص في اليوم يمكن أن تحد من السمنة في العالم بنسبة 1%. وقالت البروفيسور توموكو إيامي التي قادت فريق البحث إن الباحثين لاحظوا تراجع معدل السمنة لدى الدول التي تعتمد على تناول الأرز بشكل رئيسي. أوضحت أن الأرز نبات قليل الدسم، وأن الألياف والمواد الغذائية والمركبات النباتية في الحبوب الكاملة تساعد على إكساب الشخص شعورا بالشبع، ومن ثم تجعله يحد من الإفراط في تناول الطعام. أحداث سياسية توثقها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، بالإضافة إلى صور أخرى متنوعة نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا، يقدمها لنا رسام الكاريكاتير. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.